مساء الخير للجميع. من ضمن الأمور اللي انطلبت مني بأختر كرت وعليها طلب كتير كبير هي ماذا يفكر الحبيب فيه أو شو نيته تجاهي. أنا مش رح أقول شو نيته تجاهي فقط، رح أقول شو بفكر الحبيب فيه أو الحبيبة بغض النظر رجل أو امرأة، و شو عم بيصير بفكره تجاه إذا كنتوا في العلاقة أو خارج العلاقة، أو من هو الشخص الذي تعتبروه الحبيب أو الحبيبة. يفضل إنه هذا الشخص يكون حاليا معكم، ولكن ليس هناك حدود لمدى اختيار السؤال. مين مننا ما بحب يعرف الشخص الآخر شو عم بفكر فيه أو ما هي نواياه؟ مين مننا ما بحب يكون عنده نظرة إلى داخل عمر كل الأشخاص؟ الشخصية الإنسانية من الشخصيات المعقدة، صعب الإنسان يفهمها، وما يظهر على الخارج لا يعني ما هو في الداخل. وأنا واحدة من الأشخاص اللي بعرف هالشيء كتير منيح بحكم قراءة القراءات للترو والأوراق وكيف الناس بتعطي أشياء ولكن بتخطط لأشياء أخرى في حياتها، بتنفذ أشياء علما بيكونوا وعدوا ناس تانيين أو أخلفوا بوعودهم أو ما إلى ذلك. فالسؤال هو اختر كرت لماذا يفكر الحبيب أو الحبيبة بغض النظر رجل أو امرأة، شو عم بفكر فيه الحبيب؟ فيكن تقولوا شو هي اللي بنيته، بس ما هو تفكيره فيه بيعطيكم فكرة أفضل لتقدروا إما تغيروا من هذا التفكير أو تعرفوا كيف بدكم تتصرفوا، بصير عندكم نوع من القوة الداخلية. خلينا نشوف الاختيارات. رح نبلش بالألوان. اللون الأحمر من الألوان الرائعة والجميلة بحياتنا، أوكي. اللون الأصفر من الألوان اللي تجذبنا، لون الغيرة. اللون البرتقالي من الألوان القوية والصارخة في حياتنا أيضا، ولون الأخضر وهو لون الطبيعة، السلام، لون العمق. طبعا كل لون له تأثير، بس انتو حتختاروا حسب اللون اللي بتحسوا أقرب شيء لإلكن، أو حسب اللون اللي بتشعروا يتناسب معكن أو مع علاقتكن. وقفوا الفيديو، اسألوا السؤال على نية الشخص، سموا الشخص أو الشخصية رجل أو امرأة. بعد ما تسموا الشخص وتسألوا السؤال، اختاروا اللون اللي بتحسوه مناسب إلكن أو للشريك. بعد منا بغض النظر شو هو وضعكن، عازبين، متزوجين، شو ما كان الوضع للعموم، بعد منا مشوا الفيديو واستمعوا إلى اللون الأحمر، الأصفر، البرتقالي أو الأرجواني، واللون الأخضر. خلينا نبلش مع فئة اللون الأحمر. ماذا يفكر في الشريك الآخر أو الحبيب؟ التفكير هون بأمور كتيرة، أولها إيجابي، التفكير إيجابي، التفكير بعمق، التفكير بمحبة، التفكير بزواج، والتفكير باستقرار. في إيجابية هون مع هذا الحبيب أو الحبيبة، هناك نظرة إلى تطلع مستقبلي، نظرة إلى فحصكم، هل يا ترى بتنفعوا إذا كنتوا عازبين أن تكونوا شركاء في زواج مع هالإنسان أو الإنسانة؟ هل يا ترى بتنفعوا يكون عندكم أطفال، تبنوا عيلة؟ وعلى ما يبدو أن الإجابة جيدة. انتبهوا كتير منيح، لأن أنا ما عم أقول أنه الحدث سيحدث، أنا عم أقول التفكير، التفكير غير الحدوث. التفكير إيجابي، واضح أنه بيهتموا فيكم، بيعتنوا فيكم، بحسوا أنه لكم اهتمام خاص ولكم دور خاص. أنتم ممكن تكونوا من الأشخاص اللي بيهتموا بنفسهم أو بيعتني بنفسهم، أو عندهم حساسية أو حساسات عالية أو أشياء كتير إيجابية، وبتعطوا هذه العلاقة أو بتعطوا هذا الحب أو هذه الشراكة. فهون التفكير الشريك تجاهكم تفكير إيجابي،
تفكير في تطلع إلى المستقبل، تفكير في تخطيط لقدام، وتفكير يدخل في إطاره العائلة، عائلة الشخصين أو التقاليد. هناك تقاليد بهذه العلاقة وإيجابية، فهو عم بفكر أو هي عم تفكر أنه هذه العلاقة جيدة ومناسبة، فيها تكافؤ، فيها وعي، فيها أشياء إيجابية جدا على صعيد العائلات، على صعيد التوازن الاجتماعي أو الطبقي أو الفكري. بالتوفيق لمجموعة اللون الأحمر. اللون الأصفر، شو عم بفكر فيه الحبيب أو الحبيبة أو الشريك؟ التفكير هون قلق، في خوف، في نوع من عدم الاستقرار، في صراع، صراع الأقوى، صراع تنفيذ الرأي، ليس هناك، في كلاش، في عطول تصادم، في ممكن غيرة، ممكن في حساسية، ممكن في أحقاد، ممكن يكون في زعل كتير، ما في تفاهم. فالشريك عم يفكر انه انتو ممكن تكونوا طفوليين او غير واقعيين، او بدكن اهتمام زائد، او انتو اشخاص مش مستقرين عاطفيا، فكريا، نفسيا. فالشريك أو الشريكة هون عم بيفكروا أنه لا يثق بكم، أمرار بتاعته حار، أمرار بتاعته بارد. ممكن تكونوا جميلين، ممكن تكونوا رائعين، أو مظهركم جيد، ولكن ما بتشعروا الشريك أو الشريكة في الاستقرار. فشعورهم هون في خوف، خوف منكم، خوف من تصرفاتكم، خوف من ردات أفعالكم. جايز أحيانا بيبعدوا عنكم، بيقربوا منكم، بس ما في استقرار أبدا في هذه العلاقة. والشريك هون عم بفكر أنه خوف، إشارات استفهام كبيرة، خوف من أي استقرار، خوف من بقاء. إذا كنتوا في هالعلاقة فهن مش عارفين إذا رح تبقوا أو رح تفلوا، ولكن هن أخذين القرار أن هذه العلاقة أو رأيهم فيكم غير مستقر، في خوف منكم. أوكي؟ كيف فيكم تغيروا هالشي؟ بتكون تفحصوا تصرفاتكم، انتو كيف تنظروا لهالعلاقة. جايز هالإنسان معكم أو الإنسانة أو بعاد عنكم، جايز تركتوا لهالسبب أو تتركوا على طول وترجعوا. بتكون تحاولوا تغيروا هذه التصرفات. انتو أدرى بنوعية العلاقة ونوعية السؤال اللي طرحته. كيف يراني الحبيب أو الشريك للون البرتقالي أو الأرجواني؟ عنده خوف منكم، عنده عدم ثقة، مجروح قلبه. ممكن تطلباتكم كتيرة، ممكن انتو خايفين من انه تخطو خطوة مع هالشريك، بجوز يطلب منكم اشياء ما تقدروا تعملوها. عندكم عدم تكافؤ بشيء، اما العمر او الثقافة او الوضع الاجتماعي او الفكر او الثقة. في هون كتير من الأحزان موجودة، بجوز ما عنده هو الثقة بالذكر أو الأنثى، أو أنتو ما عندكم ثقة بالذكر أو الأنثى حسب إذا كان الشريك أو الشريكة. ومن مبدأ عدم الثقة بالجنس الآخر هناك خوف وعدم استقرار بالوقت نفسه. بتكون الشريك بتكون يا يكون بتكون يا تورجوه الحب، بس مش عم تعرفوا، فمش عم يصل معكم إلى المكان المطلوب أو النتيجة المرجوة. عم بيكون في عكوسات أحيانا وعدم تفاهم. عم بيفكر إنه صعب يحقق أشياء بدكن إياها أو عم تطلبوها منه، أو صعب تحقيق أشياء بدكن إياها أو هن بدهن إياها معكن في هذا الحب أو هذا الشراكة أو هالعلاقة. أو جايز إنه أحد الطرفين بعيد عن الآخر ومش عم بيعرفوا كيف عم تفكروا، أو بجوز ما في تواصل إيجابي بالرسائل أو بالاتصالات أو بالروحانيات. جايز هن كمان بحاجة إلا أنه يعيدوا النظر إلى داخلهم ليشوفوا شو اللي مرق معهم بحياتهم خلي ما عندهم ثقة أو عندهم خوف. جايز هن اللي عندهم خوف، فيفكر إنه منه جاهز. شو ما كان الوضع،
هذا الشريك منه جاهز يعطي عواطف، منه جاهز يعطي ثبات، منه جاهز يعطي قوة، عنده أشياء كتير بده يشتغل فيها على صعيد نفسه. فبجوز إنه عم بفكر تجربة وبتمرق، أو بشوف كيف بصير معي، عدم تحديد. بالتوفيق لهالمجموعة. والمجموعة الأخيرة هي مجموعة اللون الأخضر. خلينا نشوف شو عم بفكر فيكم الشريك. مجموعة اللون الأخضر عم بفكر إنه أنتوا أشخاص جيدين جدا ورائعين، وأشخاص عمليين، وممكن لكم مستقبل أو مصالح، ولكن عم بحاول يستفيد منكم. الاستفادة ممكن تكون معنوية، اجتماعية، مالية، مادية، مصلحة، شو ما كانت تكون. ولكن في أشياء منا واضحة بهالعلاقة، في أشياء مخبيها عنكم هذا الشريك، ما بيشارككم فيها. جايز يكون بيفكر إنه إلكن أطماع أنتو خاصة، يعني قراءة ممكن تكون عكسية، ولكن هناك بعض الأمور اللي منا ثابتة. فتفكيره مع إنه تفكيره بيشوف عندكم نوعية جيدة، أو عندكم شيء بتقدموه، أو عندكم شخصية مميزة، ولكن بذات الوقت بيفكر إنه هو منه جدي، غير جاهز. بجوز لنفرض مثلا إذا كنتوا في علاقة وطالبين إنه يكون عندكم بيت، أو يكون عندكم ملك، أو يكون عندكم شيء، بحس إنه أنتوا طماعين. أو إذا هو عم يطلب منكم هالشي، أنتوا تحسوا إنه هو طماع. الأمور المالية والمادية والشخصية بتسيطر على هذه المجموعة. فالشريك فكره إنه بده يشوف شو بيقدر ياخد، شو بيقدر يستفيد، شو بيقدر يستغل فيما بعد، ويجرب ياخد لمصلحته الخاصة. إذا عم تعطوا هدايا، أو عم تعطوا مال، أو عم تعطوا كتير، فأنتوا عارفين أوريدي إنه صرتوا بخسارة مع هذا الشريك لا سبب أو لآخر. وأنتوا أيضا أدرى بمصلحتكم وما هي الأمور اللي بتنفع بحياتكم الخاصة. وهيك صار غطينا كل الألوان. إن شاء الله تعجبكم هالقراءة، قراءة مميزة وخاصة إلى متابعين القناة. اللي بحب هالنوع من القراءات يكتب لي بالتعليقات. شاركوا معي كمان لما بتختاروا شيء أو علاقتكم، شيدوا بعض الأضواء على الإجابات اللي حصلتوا عليها. هيك كمان أنا بستفيد وبتعلم منكم. مرسي كتير لكم، عملوا اشتراك، شير، ولايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعال بث مباشر. تصبحوا على ألف خير. ما تنسوا تتابعوا الأبراج اليومية. أنا من الجندي، باي.